للمزيد ده بينضم الينا هاتفيا استاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي. استاذ شريف مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك. بخير يا فندم واهلا بيك واهلا بالمشاهدين. بمتابعتك للقرعة بالأمس والمنتخبات اللي هتواجهها مصر في البطولة، عايز أعرف رأيك وتوقعاتك للأداء في هذه البطولة. يعني هاخد من التقرير اللي كان بيتذاع دلوقتي حاجة مهمة جدا، وهي قدرة مصر على التنظيم والبنية التحتية. واضح جدا في من خلال التقرير مصر استضافت كأس أمم أفريقيا لليد، كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بطولة عالم لكرة الطايرة، هنستضيف بطولة عالم لكرة اليد للكبار 2021، عندنا استضافة البطولة ديت. ده جزء مهم جدا ورسالة واضحة جدا للعالم كله والرياضة في العالم كلها إن مصر قادرة على استضافة أهم التظاهرات الرياضية الكبرى. ثانيا الجزء بتاع التنظيم نفسه واختيار الأماكن اللي يقام فيها الإيفنتات، يعني اختيار امس قصر الحراملك في قصر المنتزه اختيار موفق جدا جدا جدا، وفي توقيته والرساله اللي كان مقصود منها وبالتاكيد وصلت. قبل كده اختيار منطقه الاهرامات لقرعه امم افريقيا استضافتها مصر 2019، القلعه قبل كده في قرعه كاس الامم الافريقيه لليد. يعني اختيار الاماكن والرسائل اللي بتبعتها سياحيا واجتماعيا واقتصاديا ده شيء مهم جدا جدا في تنظيم مثل هذه التظاهرات. الجانب الفني طبعا المجموعتين يعني ما فيش حاجه سهله وحاجه صعبه. انت كمنتخب اولمبي، لان طبعا اتقال كلام ان مصر في مجموعه ناريه وجود مالي وغانا والكاميرون، على العكس من المجموعه الثانيه اللي فيها نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا. لا بالعكس، انت منتخب مرشح والبطوله على ارضك وسط الجمهور، ومصر تحديدا تمتلك جيل موهوب جدا في تحت سن 23 سنه، بدايه من رمضان صبحي، صلاح محسن، مصطفى محمد، محمد هاني، واكثر من لاعب مؤثر جدا جدا وموجودين بشكل جيد جدا في المنتخب ده، احمد ياسر ريان، احمد حمدي، يعني مجموعه لاعبين على مستوى عالي جدا، يمكن في مقارنه بسيطه مع المنتخب الاولمبي، مع المنتخب الاول اللي شارك هتلاقي فيه عناصر افضل. في المنتخب الاولمبي اللي شارك في الامم افريقيا ده، منتخب الاولمبي فيه عناصر افضل، وطبعا معاهم جهاز فني عنده خبرات كبيره جدا بقياده الكابتن شوقي غريب منذ طيب لما شارك في كاس العالم للشباب، ومع الكابتن حسن لما خدوا ثلاثه امم افريقيا. هي انت عندك خمس مباريات تحقق الفوز في اربعه، وصلت الاولمبياد، تحقق الفوز في المباراه الاخيره خدت اللقب. لان بيتاخد اول ثلاث منتخبات بيوصلوا لاولمبياد طوكيو 2020. جميل جدا. طبعا احنا في اطار استضافه مصر لهذه البطوله في الفتره من 8 ل 22 نوفمبر المقبل، دايما بيكون عينينا على الجانب التنظيمي، الجانب اللوجستي، مساله التسهيلات اللي هتكون مقدمه لخروج البطوله بالمظهر المشرف وراحه المنتخبات الوافده، سواء كان المشجعين والرياضيين والفرق اللي هتكون موجوده. البطولة تقام على مباراتين، مباراة على ملعبين، ملعب القاهرة الدولي وملعب السلام. ايه هي التفاصيل الخاصة بالاستعدادات لإقامة البطولة ومدى جاهزيتنا ل يعني تقديم افضل ما لدينا والاستفادة من الخبرات السابقة بقى، يعني احنا يعني باستمرار بنتطلع الى ان نحقق الافضل كلما يعني مررنا او كلما كنا على مقربة من استضافة بطولة رياضية جديدة. يعني هاخد برضو من كلام حضرتك ان احنا لدينا خبرات. اولا عندنا تجربه ناجحه جدا جدا استضافه كاس الامم الافريقيه، بخلاف ان المنتخب خرج من دور 16، لكن التنظيم كان اعلى مستوى، ملاعب على اعلى مستوى، الحضور الجماهيري كان جيد الى حد كبير، خاصه في الدور قبل النهائي والنهائي في غياب منتخب مصر، وده شيء مؤثر جدا. لكن عندنا خبره كويسه جدا، والتجربه دي بتاعت كاس الامم دي كان ليها اصداء جيده جدا، انعكست على حاجات كتير جوه مصر، خاصه الموسم السياحي الصيفي كان مؤثر جدا بشكل ايجابي جدا، ارتفعت في اسهم السياحه سواء الداخليه او حتى السياحه الوافده من الدول العربيه والدول الاجنبيه، كان موسم جيد جدا. كل ده كان بسبب استضافتنا او نجاحنا في استضافه او تنظيم امم افريقيا 2019 يونيو 2019. بالتاكيد الخبرات دي كان موجود
24 منتخب في مجموعات في مصر، احنا عندنا 8 منتخبات بس، مجموعتين، واحده هتبقى على ملعب استاد القاهره والثانيه في استاد السلام، ويمكن شفنا حتى استاد القاهره بعد كاس الامم الافريقيه ما كانش فيه عليه مباريات او لم يستضيف اي مباريات رغم جاهزيته، والا انه الناس يعني المسؤولين عن تنظيم بطوله قالوا خلاص نسيبه بحيث ان هو لا يستهلك وارضيته ما تبقاش فيها مشاكل على ان يتم استضافه فيه المباريات المجموعه الاولى اللي فيها مصر. بالتاكيد يعني الموضوع هيبقى اسهل، الخبرات الذين خاصه ان اغلب العناصر اللي اشتغلت في امم افريقيا هتبقى موجود، معظمهم موجودين في تنظيم البطوله ديت اللي هي تحت 23 سنه المؤهله لطوكيو 2020، فمش هيبقى في مشكله. تجربه نجحت اكثر من مره في مباريات كثيره جدا في لقاءات دوليه مش في كره القدم بس، في بطولات اخرى، كاس عالم، كاس عالم لسه كنا بننظم كاس عالم للبنات الناشئات في كره الطايره، قبلها كاس عالم لكره الطايره الكبار، كاس افريقيه، بطولات الافريقيه للانديه، كل ده بننظمه في مصر. الحمد لله البنيه التحتيه والمنشات الرياضيه اللي موجوده في مصر في اللي تم تجديدها واللي بنت من اول وجديد وتم صيانتها والكلام ده كله مستعده لاستقبال، وشفنا المدينه الشبابيه اللي هتتعمل في العاصمه الاداريه، المدينه الشبابيه اللي في العالمين، المدينه الشبابيه اللي في 6 اكتوبر، كل دي في شرم الشيخ، كل دي منشات رياضيه جاهزه لاستضافه اهم التظاهرات. ويمكن النهارده كان في وضع حجر اساس مقر الاتحاد كرة اليد بحضور دكتور حسن مصطفى ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. احنا حقين كمان في كرة اليد الحقيقه بطولات مهمه جدا دي طفرة. خلال الفتره يعني اللي فاتت ونتمنى انه تستمر، والحقيقه انه يعني ما يتم التركيز عليه حاليا هو الدفع بكل الرياضات المصريه، مش بس التركيز على كرة القدم زي ما كان بيتم سابقا، لكن احنا بنستثمر كمان الكوادر الرياضيه المهمه والمهارات الشبابيه الموجوده في مختلف الرياضات. انا بشكرك جزيلا استاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك. طبعا بنتمنى توفيق المنتخب المصري في هذه البطولة المهمة، وزي ما قلنا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، أول 3 فرق هيتصدروا البطولة، كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة هيتأهلوا مباشرة إلى طوكيو 2020.